الارقام برضو بالنسبه لو اتكلمنا عن لعيبه في لاعب بقى الشحات. ارقامه الشحات النهارده ليه رقم مميز جدا في اجمالي مع الاهلي، مش اجمالي مبارياته مع الاهلي، ولكن في اخر 1071 دقيقه لعبهم الشحات سجل 11 هدف وصنع 7 اهداف بمتوسط هدف ونص بيساهم فيه كل 90 دقيقه، وده رقم مهم جدا. 18 هدف مشارك فيهم رقم كبير جدا لحسين الشحات، واحنا من اول فارس الموسم تقريبا قلنا ان حسين الشحات خلاص خد الصحراوي وطالع على طريق محمد بركات، والنهارده حسين الشحات ما كانش ينفع ما يجيبش جول لان اصلا هو بيته جنب الملعب. كان مميز جدا. ولكن احنا عايزين نتكلم في حاجه، جمهور النادي الاهلي دايما بيطمح الى ما هو اكثر. احمد لما كان بيتكلم عن نسبه الاستحواذ انعكاسها في هجمات، لا الهجمات كويسه ولكن الفاعليه والاخطاء الدفاعيه، الاخطاء الدفاعيه اللي بعض حاجات صغيره بتحصل ومتكرره احيانا بتسبب اهداف في النادي الاهلي. زي ما كنا بنتكلم قبل المباراه، فكره الاستحواذ مفيده ان انت هجماتك قليله بالزبط. ولكن لما الهجمات بتكون فاعله عليك، لا شفنا قدام الزمالك هدفين بعد تقدمك بثلاثه، بني سويف قدر يسجل فيك، والنهارده واسوان حتى اسوان وحتى اسوان، وده شيء مهم جدا ان احنا نقف عنده يا جماعه. زي ما بنتكلم ان في ايجابيات، لازم نحط ايدينا على بعض النواقص اللي موجوده. فكره الدفع باحمد فتحي فكره جيده جدا طالما المدرب بيرتقي حاجه تخص السرعات او تخص الخبرات في مباريات زي دي، ولكن على المدى البعيد في البطوله الافريقيه انت محتاج مدافع بيجيد العاب الهواء، حاجة مهمة جدا في المباراة الكبيرة تحديدا. طبعا طبعا، واحنا شفنا حتى سليف كوليبالي في وجوده مع النادي الاهلي رغم ان هو مدافع مش الكواليتي الافضل، ولكن كان الميزة ليه ايه؟ ان هو بيقدر بشكل كبير يا احمد يطلع ياخد التيك اوف بتاعه ممتاز، بيقدر ياخد الكرات العالية. ممكن يرجع تاني تشوفه في مصر سليف كوليبالي.